باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. امتى تصمتوا عشان نسمع بعضنا؟ ولا مكتفين؟ أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. كنيسة الشهيد أبادير بأسيوط وأخته الشهيدة القديسة إيريني. هذه الكنيسة تتميز في العالم كله بهذين القديسين المباركين، ونحن نواصل الاحتفال بهذين القديسين وبتاريخ استشهادهما الذي نحتفل به الآن وغدا، شكرا لمسيحنا الذي وهبنا هذه العطية الصالحة. أما تاريخه فمعروف لجميعنا، ليس هو من بلادنا بل من الغرب. وتسألون ما هي الوسيلة أو السبب الذي جاء بهما إلى هنا؟ الأهل والأعزاء والوالدين أحس بأن هذا الابن وأخته لهما اشتياقات خاصة لإعلان مسيحيتهما، وكان هذا إعجازا أن يتكلم بهذا في بلاد لا تعرف المسيح ولا تدين بإيمانه الذي نحن ندين به هنا في مصر. ولهذا فكر أن يجيء إلى هنا، وخاصة أن الاضطهاد والعذاب وأيضا مقاومة المسيحية في مصر كانت علانية وكانت مستعمرة الدولة الرومانية. فكر أن يجيء إلى مصر. أبادير وأخته، هو كان شابا وأميرا وقائدا في الجيش، وهي شابة تقية لها أشواق مقدسة مسيحية. كيف يجيئان؟ تنكرا في زيهما وسرا وصل إلى الإسكندرية ومنها إلى الصعيد. الصعيد كان به وال متعب شرير لا يخاف الله، كان كل من يريد أن يعلن مسيحيته يزج بهم إلى هذا الوالي، وهو فنان في كيفية التعذيب والإهانة لكل من يعلن مسيحيته. وبعد حوار طويل أمام ذلك الوالي كان لابد من أن السيف يقطع رقبة كل منهما، وهنالك من كان يعتني بأجساد هؤلاء القديسين، ولهذا وعلى يديه وصل إلى أسيوط. ونحن نفخر، وهذه الكنيسة التي نحن نصلي بها الآن تضم الرفاة المقدسة لهذين الشهيدين. الشهادة والاستشهاد في ذلك العصر إن كان بالدماء وبالاعتراف أيضا وبالتعذيب
ونحن نقول بالنسبة لنا وأيضا بإعلان مسيحيتنا في أجواء صاخبة، ولكن مع ذلك لا نخاف ولا نتراجع، بل نعلن دائما أننا مسيحيون بالروح والحق، ونؤمن بالمسيح إلهنا فادينا الذي ارتضى بإرادته الخاصة ودون إرغام أو قهر من الداخل، ولكنه قد جاء ليجعل نفسه ذبيحة وفدية عن خطايانا جميعا، خطايا البشرية كلها. أبادير وإيريني نعتز بهما، وهذه الكنيسة تعتز واستمرت لأجيال طويلة وبنيت عدة مرات إلى أن كانت في هذا المرتفع الذي نحن فيه الآن. كل منا يفخر ويعتز بهذا الشهيد وبغيره أيضا، وما أكثر الشهداء وما أكثر حبنا لهم. ونشكر المسيح إلهنا الذي أعطانا ذخائر مقدسة نذكر بها أولئك القديسين. والآن ونحن في هذا المكان وقداس اليوم يتضمن أيضا قديسة، وإن قلنا أنها قديسة بعد توبة صادقة عبرت بها كثير من التعيرات والإهانات. من هي خاطئة المدينة؟ معروفة من الجميع، ويأتي دائما وغالبا في مقابل أو مناسبة احتفال الشهيد أبادير والشهيدة إيريني. من هي؟ الكتاب المقدس لم يذكر اسمها، بل ذكرها بكل تكريم. وما ارتباط هذا اليوم بذاك؟ رتبت الكنيسة أن تكون الذكرى وبها هذه الخاطئة. نحن نفخر بهذه الخاطئة، وفي صلواتنا وتسبيحاتنا وفي أيضا الصلوات الخاصة التي نتلوها في بيوتنا أو في الكنائس نذكر هذه الخاطئة التي غفر لها المسيح. لا قصة رائعة وفيها شجاعة نادرة، كيف جاء وكيف عرفت أن المسيح في مكان ما؟ هنا نبحث عن النفس المشتاقة للتوبة ولمغفرة خطيئتها. يسوع دعي من واحد من كبار القوم اسمه سمعان الفريسي، لم يدعه حبا فيه، بل ظنا منه بعد حوار أن يتغلب على المسيح، أو هو لكي يضفي على المسيح شرفا وكرامة بجلوسه على مائدته. ولكن ما أبعد هذا الفكر عن الرب يسوع. أهم ما في الأمر أن المرأة كانت تتبع خطوات المسيح خطوة خطوة، وفي حبها وفي تعلقها بالمسيح عرفت أنه في بيت سمعان الفريسي، رجل قاسي له مكانة في المجتمع، ولا يستطيع أحد أن يطرق أو يدخل بيته بدون استئذان. هنا المسيح في متكئ مع ذلك الرجل وأعوانه أو أحباؤه، سمعان الفريسي ومن هم يؤمنون بمبدئه أيضا. وجلس يسوع مع المجتمعين حول المائدة، وإذ في هذا الموقف تتسلل امرأة لها مظهر خاص، امرأة متزينة وامرأة لها شكل، والكل يعرفها لأن لقبها خاطئة المدينة. ماذا تفعل؟ انطلقت كالسهم واندفعت إلى هناك.
وأين مكانها في هذا الموقع؟ اختارت وبسرعة أن تكون خلف المسيح. يا للجرأة، يا للشجاعة. المسيح نفسه ليس بمحبوب لدى الفريسيين، وفي الوقت نفسه هي خاطئة. الأحجار مستعدة أن تنهال عليها لأنها زانية. وكيف تنهال؟ الموقف لا يسمح بهذا، وليس هنالك من استطاع أن يمسك بها كتلك المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. دعنا من القبض أو الرجم، دخلت ووجدت المسيح على الأريكة ومن ورائه جلست. ماذا تعمل؟ باكية تسكب الدموع على خطيئتها، نادمة حزينة، ولكن في قلبها رجاء وحب. لمن؟ لمن هذا الجالس الذي جاءت من ورائه باكية؟ وماذا تفعل بدموعها؟ تسكب الدموع غزيرة على قدمي يسوع الحبيب. وما أحوجنا نحن كل واحد منا إلى دموع تلك المرأة لكي يسكبها على خطايا الماضية والحاضرة والتي في الفكر وفي القلب وفي العقل. باكية هذه المرأة التي كثيرا ما جثى تحت قدميها قوم من الأشرار يلتمسون عطفها ويلتهمون أيضا جسدها. هنا المرأة بكل ثقلها وبكل ماضيها انحنت عند القدمين المقدستين تزرف الدموع، دموع الندم والحسرة عند قدمي المسيح وهي جالسة ومنحنية وراءه. وماذا؟ وتمسحهما بشعر رأسها. الشعر الذي كثيرا ما تباهت به ومظهر لكل امرأة ترى عليها تاجا من الشعر ولونه ذهبي أو أسود، قولوا كيف ما شئتم، ليست في سن الشيخوخة بل هي في شرخ الشباب. هذا الشعر الذي تتباهى به مسحت به قدمي المسيح. ثم ماذا عملت هذه المرأة؟ والكل يشخص نحوها. عملت ماذا؟ عملت بكت وذرفت الدموع، ثم مسحت قدمي الرب يسوع. يا لك من امرأة وقورة في ذلك الموقف. لم تكن عابثة، لم تكن هي التي عرفت في ذاك الحين الكل يقبلها، وإن أمكن يقبل قدميها. ثم ماذا بعد هذه المقدمة؟ كانت هي معها قارورة طيب غالي كثير الثمن. من أين أتت به؟ اشترته وجاءت خصيصا لكي تسكبه على قدمي الفادي. ومن أدراك أيتها المرأة الحكيمة أنك كنت ستستطيعين أن تدخل البيت؟ أمل ورجاء وإيمان كامل أنها ستستطيع أن تصل إلى يسوع وإلى قدميه وتبكي أيضا، ثم تمسح القدمين بالشعر السامي والغالي الذي هي به تباهي. يا لك من امرأة جريئة صادقة، قلبها قد اشتعل بالحب النقي إلى يسوع، وخارج الباب طرحت ذلك الماضي البغيض وانحنت. ثم ماذا فعلت؟ قبلت القدمين، وبعد هذا التقبيل سكبت الطيب الغالي على قدمي الحبيب
الذي ليس له في الوجود من حبيب آخر لم يصادفها من تشعر بقلبها ينكسر وينسحق أمام القدمين. يسوع لم يخف ولم ينسحب من الموقف، إنها امرأة خاطئة لا يسمح لها أن تظهر في المجتمعات، بل الأحجار تكون مستعدة لإلقائها بها حتى تتهشم وتموت. يا لك من جريئة! هل أوصلك حبك وإيمانك أن تغامري وتدخلي ذلك البيت بما فيه من حراس ومن شعب موجود حول ذلك الفريسي وفي وجود المسيح والحفل القيم؟ نعم، مهما تكن الظروف أنا ذاهبة ولي من الإيمان أنني سأصل إلى المسيح. لقد استمعت إليه وسمعت عنه، وها أنا بكلياتي أقدم ذاتي قربانا له. ليس شعري فقط ولا دموعي ولا كل ما أملك الذي أشتري به تلك الأطياب الغالية، حتى نفسي رخيصة أن أقدمها ولو شهيدة في ذلك الموقف. يتعجب سمعان، ما لك سمعان؟ أسأت الظن في المسيح؟ ألا يعرف المسيح أن تلك المرأة خاطئة شريرة منبوذة من المجتمع، سيرتها لا تشرف؟ كيف تسمح لها بأن تلمس ثوبك وليس نقول بل جسدك وقدميك؟ لماذا؟ هل هو هذا الذي نظن أنه نبي؟ هذا الذي تسعى وراءه الجماهير وهي تركض متلمسة منه البركة؟ هذا ما يقال عنه، إنه يجري عجائب ومعجزات ويعطف على الجوع، وهنالك فوق الجبل يأتي لهم بالطعام من 5 خبزات وسمكتين. من هذا؟ أهو هذا هو المعلم الذي يسمح لخاطئة دنسة أن تقترب منه؟ لا، هو الحبيب الفادي. ما جئت لأهلك بل أخلص، ولا يستطيع أحد أن يخلص غير يسوع. مما تخلص يسوع؟ من كل خطية تغسل القلب وتجدد الأحاسيس، تصير نقية طاهرة حلوة بريئة. ثم ماذا؟ يفكر سمعان كثيرا، والموجودون أيضا مثله يفكرون في تأمل، أهذا هو المسيح المنتظر الذي تلمسه أخطأ امرأة رأيناها في هذا البلد؟ هذا هو فكر الدينونة، لا تدينوا لكي لا تدانوا. يا مرائي، أخرج أولا الخشبة التي في عينك، ثم بعد ذلك تستطيع أن تخرج القزة الذي في عين أخيك. الإنسان مش شايف ويعتبر نفسه أنه شديد البصر والرؤية وأنه يعرف كل كبيرة وصغيرة عن أي إنسان، وعليه أن يجرحه في الظاهر وفي الباطن. هذا هو المسيح، هو يتساءل، والذين معه في عجب أن الوليمة قد أتلف وقارها وسقط اعتبارها وسادت الموقف وكانت بطلة الجلسة امرأة خاطئة يرحب بها المسيح البار القدوس. لا، كيف يرحب بهذا؟ نحن نشجبه ولا نرتضي هذا الوضع الذي ارتضاه المسيح لنفسه. يسوع العالم بكل شيء يتطلع وينظر إلى ذلك الإنسان الذي يظن في نفسه أنه ارتقى بمقام المسيح وأجلسه إلى جواره، كيف به ينحدر إلى هذه السقطة أنه يسمح لامرأة خاطئة
وعلى ملئ من الجموع أن تلمسه وأن تقبل قدميه وأن تدهنهما بالطيب، بل وتمسح قبل ذلك القدمين بما لديها من شعر جميل. الموقف عجيب وغريب، والكل يتأمل وهم متعجبون جدا. يسوع الذي يعرف الأعمى يقول له: يا سمعان، في كلمة بيني وبينك أقولها الآن، أقول لك إيه رأيك، إيه رأيك إن دي المرأة اللي جات دي، مش هقول لك عملت إيه، أقول لك أنت الأول ماذا عملت. أول ما جيت عندك لم تعمل أي شيء يدل على التكريم المعترف به من الجميع في المجتمع. ايه هو؟ قال الواحد يفتح احضانه كده بواسعة جدا ويرحب بالضيف ويقبله. انت ما عملتش حاجة من دول ولا قبلت. طيب والضيف اللي جاي ده ما تعبرش عن شعورك بترحيبه، قد يكون جاي من مشوار بعيد، وفي الحالة دي تغسل قدميه بشوية مية على انه يعني يريح رجليه، وبعدين يقولوا يقعد يقول له تفضل اجلس، ويجيبوا دهن الزيت ايا كان يدهنوا به رأسه. معنى هذا تكريم للرأس دي اللي فكرت تيجي عندك. كل ده لا قبلت ولا غسلت ولا وضعت حاجة تفيدنا بحاجة، كل ده انت ما عملتش حاجة منه. لكن انت ديك شايف في نفسك ايه؟ شايفيه دي امرأة انت بتنقتها وتنتقتها وبتدينها كمان وتوديها جهنم بعد ما تسويها بالاحجار، انت وان معك تدشش رأسها كما القي ذلك القديس رئيس الشمامسة استفانوس في حفرة وانهالت عليه الاحجار وهو يصرخ ويقول، مش يقول اه ارحموني، اغفر لهم يا ابتاه. ليه ده بيعمل حاجة هم مش فاهمينها لانهم يفعلون؟ مالك يا استفانوس؟ قال سيدي والهي الذي انا امنت به وهو على الصليب معذبا، قال اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. دول بيعملوا اي حاجة، صبيان مفهمش مخ كده. لكن اللص، اقول الشاطر الحكيم الذكي اللي فيه بركة اللي يستيقظ ضميره، رأى ان هذه قدرة ليست لدى بإنسان ان يغفر لقاتليه بهذا الاسلوب، فاذا به ينطق كلمة نرددها جميعا: اذكرني يا رب، اذكرني. امتى؟ متى جئت في ملكوت؟ اهو ملك عنده ملكوت. قال انا لما تجي يا سيدي في مملكتك، انت ملك، رفعوك على الصليب وكتبوا هذا هو ملك. انا اؤمن انك ملك الملوك، ملك الملائكة، الاله القدوس. لما تجي في مملكتك يا الهي وسيدي. الرد كان رد عجيب وغير معتاد. لص على الصليب يقول له دخلوا الملك، يقول له يا اليوم، لا بكرة ولا بعد بكرة ولا عليك بخير لما اجي في مملكتي، اليوم تكون معي في الفردوس. ماذا عمل يسوع بهذه المرأة بعدما فعلت ما فعلت؟ والمثل معروف الخاص باثنين مديونين. اثنين مديونين، مين هم الاثنين مديونين؟ اثنين، واحد عليه للدائن 500 دينار والثاني عليه 50. سمح الاثنين، قال له ايه رأيك يا سمعان، من يحبه اكثر؟ رد سمعان وقال له ايه اللي سمعه طبعا بالاكثر، وردها كده
ما لهش نفس يرد. قال لي سامحه بالعكس، ايه يعني غرضك تقول ايه؟ قال له دي انت ما عملتش الواجب، ودي قامت بكل الواجب. مين يحب الرجل اللي سامح بالدين؟ قال له طبعا اللي سامحه بالكثير. قال له الكثير ده اللي عملته المرء، انت ما عملتش ولا اقل واجب، ولذا يغفر لها كثيرا لانها حبت كثيرا. والتفت للمرأة، ماذا يقول لها يسوع؟ امشي كفاياك؟ لا، يقول لها كلمات عجيبة. سعت وراءه فإذا به كما سعى أو نطق النص اليمين وراءه. يقول لها يسوع زي ما قال مغفورة لك خطاياك الكثيرة كلها مغفورة لك. وبعد كده يقول لها ايه؟ يقول لها كلمة عجيبة، زي ما آمن اللص آمت المرأة أنها تراه، وكان عندها رجاء مطلق أنها ستنال البرأة والشفاء. يقول لها يسوع، يقول لها كلمة عجيبة نرددها في صلواتنا وضمائرنا، مغفورة لك خطاياك. مين اللي يقدر يقول مغفورة غير يسوع؟ مين يفرح القلب ويستحق الدموع النازفة غير يسوع؟ وبعد كده يقول لها ايه؟ يقول لها كلمة عجيبة، كلمة ايمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. يا سلام، دك يروح الملكوت. والتانية ايمانها خلصها، ايمانها جاي الواحد. نشكرك يسوع، الحمد لله، نشكر يسوع. واليوم يوم مبارك، يوم حلو، يوم سعيد، يوم الشهيد. واحنا احتفلنا بالشهيدين وبالمرأة القديسة الشجاعة التي نالت الغفران والخلاص عندما تلاقت بالمسيح، ليعطينا جميعا نعمة الغفران من الفادي إلى الأخر. الآن باسم المسيح انصرفوا بسلام، وسلامه الكامل فليكن مع جميعنا. ورغم كل ما أشعر به أن علاجي لم يكتمل، لكنني فضلت أن أجيء إليكم وكل أشواق أن أتمتع ببركة هذا اليوم وهذا اللقاء كل الأيام، وأنتم في بركة الإيمان وفي نعمة التوبة، وليحفظكم في إيمان المسيح إلى الأبد. آمين.